نحن بحاجة لمشروع سياسي اجتماعي اقتصادي متكامل بيكون العمال جزء منه. العمال والعاملات هن بشكل أساسي دفعوا ثمن الأزمة الاقتصادية بكل المجالات. على مستوى فرص العمل كان في خسارة كتير كبيرة بفرص العمل بقطاعات مختلفة. على مستوى الأجور قيمة الأجر انخفضت وما صار في أي تعديلات مترافقة مع انهيار سعر الصرف ومع التضخم اللي صار. نحن اللي شفناه هو رفع الحد الأدنى للأجور ل 2 مليون وحد أقصى ل 4 مليون. ما صار في عنا زيادات على الشطور، بالإضافة لأنه تكلفوا أعباء ضريبية إضافية لأنه على 2 مليون صاروا بيدفعوا ضرائب. الضمانات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي راحت قيمته، يعني انخفضت قيمة التقديمات من 90% لحدود 10 أو 15%، وبالتالي ما عاد له أي معنى أو أي قيمة. ازدادت العمالة غير النظامية بشكل كتير كبير، يعني احنا ب 2019 حسب الإحصاء المركزي كان معدلها 55%، صارت بإحصاء أخير انعمل السنة الماضية مع الـ ILO وإدارة الإحصاء المركزي وصلت لل 77%. وهذا نوع من العمالة يعني ما عندهم ضمان، ما عندهم بدلات نقل، ما عندهم حد أدنى مقبول للأجور، ساعات العمل كتير واسعة وكبيرة، وبالتالي بيزيدوا عمل بالمقابل عم بتخف عليهم تقديمات وخدمات. اللبنانيون يعبرون عن امتعاضهم من فرض زيادات مرهقة تضاف إلى الأعباء التي يتحملونها يومياً في بلد ترتفع فيه نسب البطالة والفقر مقابل هدر وفساد ومخصصات وترهل في المؤسسات العامة. الحماية الاجتماعية عادة بتم تصميمها لمواجهة الأزمات. لما يكون في عنا أزمة بتكون الحماية الاجتماعية أو سياسة الحماية الاجتماعية هي البديل أو المنصة الآمنة بالنسبة للناس حتى ما يوقعوا كلهم بالفقر. طبعا نحن معدلات الفقر عنا طلعت لفوق 80%، الفقر المدقع لفوق 28%، وهذا بسبب غياب الحماية الاجتماعية. كتير مهم خلال الأزمة العمل على الحماية الاجتماعية لها كتير اعتبارات. أولا مسألة توزيع الخسائر، توزيع الخسائر هي مش إعادة توزيع خسائر المصارف، إنما توزيع الخسائر بشكل أنه العمال والعاملات والفئات الهشة بالمجتمع اللبناني بكافة التنوعات أو أشكالها مش تتحمل منفردة عبء الأزمة مثل ما تحملوا العمال من خلال الصرف والقضايا اللي حكينا فيها قبل شوي. مهم الحماية الاجتماعية لتقدر تحافظ على دورة اقتصادية وتنمية، لأنه الحماية الاجتماعية جزء أساسي من عملية التنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لما بيكونوا العاملين عندهم قدرة على توفير مداخيل أو تقليص إنفاقهم على الصحة والتعليم والسكن والغذاء، ساعتها بيكون هنالك إمكانية أكبر للسوق أنه يستعيد نهوضه من جديد. أكيد في دور للعمال بتعديل سياسات الحماية الاجتماعية بلبنان، ولكن مش هن بيلعبوا الدور الأساسي، لأنه هيدي المسألة مسألة سياسية ومسألة اقتصادية ومسألة اجتماعية، مش بس مسألة عمالية ونقابية. هي مرتبطة بإعادة توزيع الخسائر، لأنه مش بس توزيع الخسائر، هي توزيع خسائر المصارف، الأكلاف اللي عم بتحملوها السكان المقيمين في لبنان هيدي خسائر ويجب إعادة توزيعها. الحماية الاجتماعية هي بتضمن توزيع عادل بشكل أنه الأكثر فقراً بيكون في عندهم هيدي التأمينات اللي بيوفروا فيها بالوقت، أنه يجب تمويلها من يلي استفادوا سواء من الحرب سواء من الأزمة أو من النظام الريعي اللي مستمر من التسعين لليوم. كل هيدي التركيبة هي بحاجة لحركة سياسية اجتماعية، لأنه مش بس بلبنان العمال بموقع ضعيف أو الحركة النقابية ما عادت أكثر فعالية، بكل العالم نحن شفناها بحركة الجوليجون بفرنسا وكوبيت والستريت اللي كانوا عم ينشطوا بشكل أساسي وبشكل الدافع الأساسي لعملية التغيير أو للحراك الاجتماعي إذا ما صار في تغيير، هن الناشطين أو الفاعلين الاجتماعيين. كانت الحركة النقابية والحركة العمالية بتشكل داعم لهم، بس مش هي برأس الحربة أو بقيادة المواجهة. كرمال هيك نحن بحاجة لمشروع سياسي اجتماعي اقتصادي متكامل بيكون العمال جزء منه،
لا بعدين بوقت لاحق ممكن هن يبلشوا يبنوا الخطاب النقابي والعمالي يلي بيأثر بالسياسة العامة.